مساء الخير يلا خلينا نتجمع عشان نحكي شوي عن الصفحة اللي بتعرف حد وحاب يحضر من شنو عشان يسمع اللي راح احكي الان سمعيني انتو صح الصوت واضح يلا نادوا صحباتكو نادوا أي حد بتعرفوه عشان نسولف شوية، وأشرحلكو شوية عشان تقيموني وتشوفوا الوضع. رح نستنى على الخمس وخمسة وبعدين نبلش نسولف سوا والتانيين بيحضروا بس او متل ما بدهم الصوت واطي هيك لولو انت شو اسمك نسيت اسالك شو اسمك <applause> هيك كيف الصوت ما لما يجي ناس فانا بتحمس وبصير صوتي اعلى Lara, ah, Daniel Lara. Ok, ok. تمام خلينا نستنى كمان دقيقتين وابلش احكي الصوت واطي إيه يمكن انا عشان بحكي بصوت واطي لانه لسه مو متحمسه طب هيك الصوت منيح يلا حنستنى كمان شوي وابلش احكي اوكي بالنسبة كيفكو شو اخباركم آه انا اسمي رغد عملت هاي الخطوة انه عملت صفحة لشرح مواد التخصص أه طبعا بعد ما انه شرحت مادتين اللي هي الادلت والتغذية أه كنت اشرح الطلاب عندي بالكلية بكليتي انا أه انه بيحكوا اني بفهم فان شاء الله اني اقدر افهم يعني عدد اكبر من اللي كنت افهمهم اوصل لكم المعلومة صح عملت هذا اللايف اليوم بس عشان أشرح لكم شوي صغيرة تشوفوا أنه هالإشي صح أنه والله فهمتوا علي عشان الواحد خلاص يصير يعرف حاله هالجروب ما بيفيده أو هالصفحة ما بتفيده ما يضيع حاله بالأخير إحنا طلاب شامل شامل وما بدنا أكتر من صفحة ومو مستفيدين منها فعملت هذا الفيديو عشان تشوفوا أنه هالصفحة رح تستفيدوا منها أنتو كشخصية كل واحد وشخصيته ولا لأ هالصفحة ان شاء الله رح اشرح كل مواد التخصص لكن اكيد مو على نفس واحد بعطلة بين الفصل الاول والثاني رح اشرح اربع مواد اوكي رح نختار سوا اربع مواد بس اهم مادتين هدول رح احط مع جنب اكيد رح اشرحهم اللي هن الادلت والاطفال اوكي هدول ان شاء الله اكيد بهاي العطلة كيف واللي بيحكي ما رح تلحقي تختمي بشهر انا منظمة الوضع وحاطة جدول المهم ان شاء الله يكون كل شيء وصلكم بطريقة صح يعني اللي راح أشرحه أكيد كتب معتمدة تمام مشروح من دكاترة أنا فاهمة عليهم ويعني بالأخير دكتور يعني فاللهم صل محمد معلومات إن شاء الله ما بيكون أي حاجة غلط بالأخير الواحد يطلع يعطي عدد كبير يكون متأكد من الإشي اللي بعطيه وهذا الإشي أنا متأكدة منه إن شاء الله ايش كمان إيه نفسية للأسف انا طالبة لسه فصل ثالث فانا ما اخذتها النفسية ان شاء الله رح اجلها للفصل اللي بعده اشرحها لكن هالفصل على الاكيد الادلت والاطفال ورح نشرح كمان مادتين رح نختارها نسوى احنا ويا انا وياكو رح انزل بوست ونشوف أنه عدد اكتر مادتين مطلوبات غير النفسية والنسائية لانه صراحة انا لسه ما اخدتهم فما بعرفهم عشان اكون صريحة معكم فانا لما اخدهم وافهمهم باجي بشرح لكم اياهم تمام فبدنا نختار مواد تانية اوكي إيه نفسيا ان شاء الله بحكي لكم الفصل مو هذا يعني مو بالعطلة هاي العطلة اللي بعديها يعني تقريبا احكوا بشهر خمسة تمام تمام إيه الاساسيات تمام الاساسيات اللي بدي راح اشرح انا ادلت بما اني بشرح ادلت راح اشرح اساسيات معه كيف يعني الاساسيات كتير مرتبط بالادلت يعني اللي مطلع عن المادة الاساسيات كتير يعني جوا الادلت والادلت زايد عليها تمام فما تخافوا من هاي النقطة راح يكون بالعطلة ضغط شوي عليكم تمام راح لاني اشرح اربع مواد كل يوم اربع مواد يعني كل يوم تقريبا ساعتين لكل مادة ممكن طالب يحضر معي كل البثوث اليومية ممكن طالب يحكي لا بس أنا محتاج أدلت فبس رح أحضر كل يوم معك ساعتين أدلت تمام فكل واحد حسب احتياجه أي نقطة مو فاهمينها تقدروا تحكوا رغد ستوب وقف هون ماني فاهمه هاي النقطه إيه عادي بكل صراحه ما فهمتي علي بدك تحكي لي انا ما فهمت عليكي بدون ما انت تحرجيني ولا انا احرجك بتعملي ليفل من هالجروب او من الصفحه وبتطلعي اوكي لا انا راح ازعل ولا انت راح تزعلي بالاخر هاي التجربه اللي وإلك يعني كل واحد بحب مصلحته شفتي الك فايده بهالصفحه ضلي معي وانا الي الشرف يعني ما شفتي فائدة وشفتيني بشرح بطريقة ما عم تستوعبي فيها علي فأنت يعني بتقدر بكل يعني احترامي واحترامك نطلع من هالصفحة تمام و اه وإلي الشرف إنه تفهموا علي وإني أقدر أفهم كل موجود يعني كل حد موجود هون بالصفحة بتمنى تفهموا علي اه إن شاء الله رح يعني طريقة الشرح تعجبكو اه شرحت تقريباً لثمانين طالب قبل يعني مش أول مرة أشرح اه فان شاء الله خير أو أي استفسار اسألوه هيني انا معكو قبل ما ابلش شرح اليوم رح اشرح تغذية بالنسبة للتغذية انا شرحها الفصل الماضي اوكي طلبوها مني طلاب شامل كانت عندهم اخر فصل ما كانوا يحضروها عشان كورونا وهيك فطلبوها مني وشرحتها انا شرحتها انا التغذية كاملة لكن حكيت اليوم بشرح اول ثلاث شبات هون على اللايف هذا عشان تشوفوا كيف النمط وزي ما حكيت الكل حبة اسلوبي او يعني حاسة انها فهمت علي يعني ممكن هسه انا ما شاء الله لطيفة وانت لطيفة لكن ما افهم عليك مثلا في دكاترة كتير تعاملهم منيح لكن مش عارفين يوصلوا للمعلومة فانا ما بدي يكون هذا الحكي بيني وبينك تمام فانا لا بدي اياكي ما والله لطيفه رغد ومنيحه نعتبر بس ما بفهم عليها ما راح افيدك بالاخير راح تقدمي شامل فانا ما راح احل عنك الامتحان المهم اسلوبي وطريقه يعني انت تفهمي اللي انا بدي اشرحه هذا اهم حاجه فالتغذية اليوم راح اشرح اول ثلاث شباتر كتير حلو وسهل واذا فهمتوا علي وشفت عد كبير اوكي كمل الباقي فانا راح انزل اللي شرحته بالفصل الماضي نفسه اصلا موجود هو على صفحتي فراح انقله من صفحتي الشخصيه لهاي الصفحه تمام بالنسبه للكتب اه الكتب اكيد معتمدة انا راح آه الكتب المعتمده وكامل مش ملخصات انا نزلت بوست قبل انه مو ملخص تمام انا ما بحب الملخصات صراحه ولا مستحيل افكر اني ادرس ملخص او ادرس حد ملخص يمكن في طلاب بيعرفوا هالاشي فانا لا من نفس الكتاب كل كلمه من الكتاب مطلوبه مني ومنك فانا راح اشرحها ملخص نو لا تمام انا ما بحب هالاشي لانه صراحه ما بضمن الشامل ويا راح احفظ البس آه البث آه شكرا ساجده بتساعدني هي بالصفحه فهي بترد عليكم آه. اوكي يسلموا اللي حكت لي شرحك خرافي آه. الكتب المعتمدة بجيبلكم الرابط تبعهم آه. اكتبوا لي مين شامل على الربيعي تمام وكمان بدنا نفتح بوست كمان شوي نشوف اكتر مادتين بدكم اياهن غير الادلت والاطفال ادلت واطفال على اكيد راح احفظ راح اشرحهم ضل كمان مادتين انا بدي اشرحهم ونشوف انه اكتر اشي غير النفسية والنسائية حكينا ليش لانه راح اشرحهم ان شاء الله بالش... بالعطلة اللي بعديها اللي هي بين ال... التاني والصيفي تمام فحتى شرح التغذية رح انزله على هاي الصفحة ان شاء الله ولا يهمكم ان شاء الله تمام في حد عندها اي استفسار ولا ابلش تغذية ونشوف كيف انا شرحي حتنبسطوا ولا تحكوا لي يا لهوي هسه كمان شوي بننزل بوست وبنستفسر اي فصل انتو وشو أكثر مادتين محتاجينها غير الادلت والاطفال وحكينا غير النفسية والنسائية حكينا ليش وان شاء الله ان شاء الله يعني الربعية انا اسف اني ما رح اقدر اشرح لك نفسية ونسائية رح يستفيد التبع الصيفي واللي بعدهم حاضر يلا شوي وجهزوا اموركم عشان نشرح شوية تغذية اوكي يا سارة بس مش تطولي يعني بالكثير كثير ايش سبع دقايق ست دقايق خمسة اربعة <applause> لا اهم اشي الصلاة رح يصلي واركض طيب يلا انا هيني معكم ماشي اي حد عنده استفسار اي حد بده يحكي اشي يحكي عنده فكرة عنده انتقاد عادي يعني انا بحب الانتقاد لكن يعني يكون بطريقة حلوة انا استفيد منها وانت تستفيد منها طلاب الربيعية بلشت دراسة ما ضل يعني هو ضل وقت بس انه اللي بدها معدل طبعا احنا تمريض لازم كلنا بدنا معدلات اه تبلش وانتبهوا على دراستكم ما في بعد الدراسة صراحة بالأخير اللي بده معدل واللي بده حتى ينجح لازم يتعب ما في اشي بيجي بدون تعب من هون على البث أخد تغذية؟ لو في حد لسه ما أخد تغذية <applause> خوله وانا نفسي امسك كل الطلاب احطهم هيك عندي بالغرفه يلا ادرسوا ادرسوا <applause> والله انا عشانكم يعني جد يعني نفس الكل يعني يدرس وينجح وانت يعني حاطه فيك امل كبير خوله انه ان شاء الله يعني مستنى منك معدل كتير عالي والكل الكل يعني انتو تمريض يعني حرام نجيب معدل وقت وشفتوا هذا الفصل ما شاء الله كتير في علامات عالية فلازم يكون هذا إلكم يعني تشجيع اه يا ساره كيف التغذيه سهله جدا صح سهله ما بدها اي شيء يعني ما فيها هالشيء أسأليني أي حد عنده سؤال يسأل لحد ما يجي الطلاب رح نبلش إن شاء الله وعشرين يعني كمان أربع دقايق حسب بالنسبه للارا بزبط نزل فصل اول ثاني اولى فصل ثاني اه كتير سهله يعني انا ما بعرف عن كلياتكم احنا ككليه احنا بننزل موادنا متل ما بدنا فانا اخذتها على الصيفي برضو لو نزلتيها على على الثاني جدا سهله يعني ما كتير سهله يعني بمعنى الكلمه جد سهله نوره حبيبتي <applause> اه اكيد رح يكون انا معي كتابي وانتي معك كتابك والكل معه كتابه تمام ورح امشي سطر سطر اللي بهمنا رح نحكي عنه اللي مو معنا ما رح نحكي عنه كيف بعرف انه هاد معنا ولا مش معنا حسب دكتورتي دكتورة صله زمان بالشامل فكل الدكاترة بيعرفوا انا دا كليتي كلية المجتمع العربي فدكاترها يعني بالكتب المعتمدة توب صراحة فرح نمشي على الكتاب ان شاء الله بكل المواد بالادلت بالاطفال سواء تغذية اليوم وباقي المواد بكل حاجة تمام هلا ايمان يس اشرح اليوم تغذية اول ثلاث شباتر وراح انزل لكم باقي الماده اليوم برضو الفيديوهات لانه انا اصلا شارحها من قبل شارحها موجوده على صفحه الشخصيه بس عشان ما تتلخبطوا فحكيت راح احطها هون على الصفحه ليش بدي اشرح اول ثلاث شبات هون لايف عشان نتواصل مع بعض نشوف كيف اول تجربه انا وياكم و... ونكون الوضع يعني نشوف يعني تيست بشرى انت اي فصل ما معك الكتاب يعني هو الكتاب التغذية مو معك احنا انت اتوقع قبل عن انك صيفي فانه لازم هاي الاشياء متوفرة معنا صراحة ما في وقت انه لسه بدنا نجيب الكتاب ولسه بدنا نشوف بالاخير هاي البثوث محفوظة انا راح احفظ البث تقدري يا بشرة بعد ما تجيبي كتابك وحاولي بأقرب وقت لأنه ما ضل علينا وقت صح صيفي ولسه ضايل فصل رابع وبلا بلا بلا بس كيف الوقت بيمشي جد الواحد ما بيعرف وخاصة اسأل الطلاب اللي قبلك آه بشرة آه لسه ما أخذتيها تمام يعني رح تأخذيها على الثاني يا يعني عاد خلص بما انك بدك تاخديها على التاني ما بعرف اذا بتحبي تحضري معنا اهلا وسهلا مو حابه اشي بيرجع لك إيه بس بتقدر ترجع للبثوث على الفصل الثاني اذا ما فهمتي على دكتورك او حاجة هاي البثوث موجودة واي حد بيقدر يدخل عليها يلا رح انا ارجع او نبلش بشرح التغذية تمام ايه هان رح نبلش تغذية، تمام؟ رح نحكي اليوم عن أول شابتر والتاني والتالت، الأول والتاني جدا سهلين وبرضو الثالث بس الثالث فيه معلومات شوي كتيرة، أوكي؟ أوكي، أول إشي رح نحكي مقدمة عن نيوتروشن عن التغذية، تمام؟ أهم إشي بهمني أعرف بهاي الصفحة وزي ما حكت كل إشي اللي ما بحكيه يعني اكيد ما تمر عليه اوكي اوكي بدنا نعرف انه احنا عنا نيوتريشنال عنا تغذية تمام لانه مهمة جدا كيف يعني مهمة جدا لانه عنا ريلانشيب علاقة تمام بين الدايت اللي هو غذائنا اوكي والدايت تبعنا اند الديزيز الامراض هسه انا لما اكون شخص ما باكل كتير كتير اكيد راح يصير معي ديزيز او العكس اوكي فانا بتهمني النيوتريشن تغذيتي تمام لانه في عندي علاقه بين الدايت تبعتي والديزيز اوكي اوكي فانا اهم حاجه بدي اعرف انا نيوتريشن غذائي مش بس والله هيلث صحتي اوكي لا هو بياثر للنيوتريشن على الهيلث تمام على الصحه وعلى المنتل على عقلي وحتى على السوشيال على اجتماعياتي تمام فانا عندي الهيلث الصحه مو بس يعني صحه جسديه تمام فانا صحتي عقليه وجسديه وبرضو اجتماعية كيف بدي اكون انا شخص هيلثي صحي حسب اللي نيوتريشن اللي انا عم بقدمه لي او انا عم بقدمه الي تمام تمام بدك تعرفي حاجة مهمة جدا انه من وين طلع هذا النيوتريشن تمام؟ التغذية طلعت من علمين علم الكيمستري او البيو وعلم الفسيولوجي تمام؟ تمام كمان بدنا نعرف شغلة واللي بنط عليه برجع بحكي مو مهم تمام؟ بدنا نعرف شغلة واللي هي رح نبلش فيها تمام؟ انه اجوا علماء وصنفونا اللي الغذاء لايش صنفونا اياك كلاسيفايد؟ صنفوا لنا اياه للكربوهيدرات تمام والبروتين والفات صنفوا لنا اياه لثلاث شغلات كربوهيدرات بروتين وفات تمام تمام هو الاشي حكينا نعرف انه مهم النيوتريشن لانه مهم بالنسبة للدايت والديزز لانه في عنا علاقة بيناتهم اوكي ريلانشب حكينا شو العلمين اللي اجوا منهم الغذاء الكيمستري والفسيولوجي اوكي اوكي حكينا انه الغذاء صنفوه كلاسيفايد صنفوه لثلاث جروبات اللي هو الكربوهيدرات والبروتين والفات تمام تمام هاي كل الصفحة بتحكي هيك في اشي تاني يا رغد راح تشرحي اشي ما راح تشرحي اشي معنا لا انا كل شي معكو رح اشرحه وان شاء الله اني ما انسى اشي تمام تمام بس تمام اوكي بهاي الصفحة كلها هذا الكتاب المعتمد اللي معها غير هالحكي بيكون مو معتمد تمام فننتبه احنا للكتاب المعتمد اوكي آه هون ما رح نحكي لانه رح نيجي لاشي مفصل بزيادة راح آه رح نحكي هون عن ان النيوتروشن تمام بيحكي لك انه هي كلمة لاتينية جذورها لاتيني ما بهمنا تمام برضه برضو هون اه حكالنا شو هن الساينس حكيناهم اللي هو بيو وفي السيولوجي رجع حكينا الصفحه الاولى اوكي شغله كتير مهمه بدنا نعرف انه النيوتريشن الغذاء تمام مهم للجروس النمو والديفلوبمنت مين بيعرف شو الفرق بين الجروث والديفلوبمنت الجروث الصوره مو واضحه انا عندي صراحه واضحه النت منيح إيه. سارة انت معك الكتاب إيه. تبعي معي اذا مو معك ال... اذا معك الكتاب تبعي معي طب انا كيف بدي اوضحها ما هي المشكلة صوتي واضح الصوت واضح اذا معكم الكتاب وصوتي واضح هيك بكون يعني مو مشكله اوكي خلينا نكمل ان مهم للجروث اند الديفلوبمنت شو الاختلاف عنهم الجروث النمو هو نمو الجسم بالنسبه للسايز حجمه الويت وزنه اللايت طوله تمام هاي هي الجروث تمام اما الديفلوبمنت هي عباره عن شو عن تطور او زياده في السكيل المهارات اوكي فهنا الديفلوبمنت بيعتمد لنا على المهارات السكيل اما الجروث على السايز حجم الشخص تمام هذا الاختلاف بين الجروث والديفلوبمنت مو موجود هون الحكي بس كمعلومه كتير مهمه فالغذاء بهمني انا الجروث حتى ينمو جسمي يكبر حجمه اطول آه يزيد وزني تمام بشكل طبيعي طبعا يكون كل شيء بالانس متوازن ديفلوبمنت تمام ايش تطور مهاراتي مثلا اصير اركض اكثر تمام العب انا هاي هي المهارات اوكي خاصه عند الطفل اوكي اوكي بدنا نعرف اللهم صل على محمد انه الفود ايفكت بياثر لنا على الفيزيكال على جسدي تمام وعلى السايلوجيكال وعلى نفسيتي اكيد تمام تمام وبدنا نعرف إنه النيوترين الغذاء بيعطيني انرجي تمام؟ شو بيعطيني؟ انرجي طاقة، أوكي؟ وهاي الطاقة كتير مهمة، ليش؟ حتى يصير عندي growth and development، تمام؟ تمام، بيها هنا تمام قبل شوي حكيت انه لازم يكون عندي آه وزن تمام ماله بالانسد متوازن فانا عشان يكون وزني وحجمي آه انه الغذاء تبعي كله بالانسد فإشي عندي إشي اسمه بالانسد دايت تمام بالانسد دايت بيحكي لك هذا إشي إن استنال إشي ضروري إن تكوني أنتي أكلك وغذائك متوازن قبل شوي حكينا إنه النيوترين عبارة عن كربوهيدرات وبروتين وفات هتتخيلي أنا طول الوقت عم باخد كربوهيدرات 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 ما عم باخد فات ما عم باخد بروتين فبطل عندي إشي اسمه غذاء متوازن فانا اوكي غذائي عباره عن كربوهيدرات وفات وبروتين لكن لازم اخذهم الثلاثي سوا بشكل ماله متوازن تمام تمام ااا إيه... لما محمد بدنا نعرف ان اور مين جول ان هيلث ان تيم نمبر اوف مينتين جود هيلث باي سينج ان فور نيوتريشن ستيت اوكي بيحكي لك هون انه بدنا نعرف انه الهدف تمام آه من اللهم صل محمد آه انه احنا نحافظ على صحتنا انا باخذ النيوتريشن او بلانس دايت باخذه ليش حتى منتن جود هيلث يكون انا عندي صحه مالها جود جيده تمام تمام و اللهم صل محمد آه لازم انا آه يكون عندي آه بنعرف الاشخاص اللي هم اللي بيكونوا دارسين تغذيه تمام هدول الاشخاص اسمهم هيلث تيم نمبر health team number هدول التيم تمام زي يعني جزء من الطاقم الطبي اللي هم بيكونوا بيهتموا بالتغذيه او درسين تغذيه هم بيحكونا شو الفود الدايت تبعنا المهم حتى يعطينا health جود صحه جيده تمام وبيحددونا identify بيحددونا تمام وبيحكونا شو الاكل النيدد اللي انا بحتاجه والله مثلا طبعا احنا اللي قدام راح نعرف انه انا بعمل دايت على وزني وعلى عمري وعلى الجنس تبعي فانا لما بدي اعمل دايت انا بختلف مثلا عن ساره ليش لانه كل وحده الها وزن نعتبر كل وحده الها ايش آه عمر معين اوكي اوكي فهون عنا بدنا نعرف انه الهيلث تيم نمبر انهم هم بيحددوا لنا مينت جود هيلث تمام وبيحددوا لنا آه شو الاشي اللي احنا بنحتاجه من النيوتريشن تمام تمام هاي بالنسبة للبالانس دايت وليش مهم البالانس دايت حتى يكون انا عندي كل شي متوازن تمام تمام بالضبط كل مرض له دايت معين رح نحكي شابتر كامل عن الامراض وشو كل مرض دايت تبعه شو الغذاء تبعه تمام تمام رح نحكي عن مصطلحات كتير مهمة اوكي راح تهمنا كثير وخاصة بالشامل عنا مثلا شو معنى فود اكل بحكي لك هو ان سبستنسز اي مادة يوجوالي اوف بلانت ممكن تكون اشي نباتي ممكن اشي animal حيواني تمام آه بيحتوي هذا الفود الاكل على كربوهيدرات على بروتين على فات على مينرال وعلى فيتامين راح نحكيهم هدول لقدام بشكل مفصل مينرال اللي هي معادن وفيتامين اللي هي فيتامين تمام تمام فأنا بدي أعرف إنه الفود هو أي مادة بتكون عبارة يا عن نبات يا عن مين يا عن حيوانات وهاي المواد أو هاي الأكل رح يكون فيها كربوهيدرات وبروتين وفات ومينرال وفيتامين تمام تمام وأكيد أكيد إحنا رح يصير عندنا دايجستشن للأكل هذا أنا بحكي هسا في فيسيولوجي يعني رح يصير عندي هضم للأكل اللي أنا عم باكله، بعد ما يصير له هضم راح يصير عندي ابزورد اللي هي امتصاص، بعد ما يمتصل لي جسمي الأكل اللي أنا أكلته راح يعطيني انرجي، بعد ما يعطيني طاقة، حكينا الطاقة لإيش مهمة؟ حتى يصير عندي growth and development growth and maintenance، نحافظ على شو جسدنا، تمام؟ لحد الآن تمام؟ سريعة أنا؟ في حد معه الكتاب ومتبع معي؟ اوكي إيه رح نحكي الان عن تعريف تاني او مصطلح تاني اللي هو مين اللي هو النيوتريشن شيء عن النيوتريشن بيحكي لك هي عباره عن بروسيس تمام عمليه باي ويتش لايفنج اورجانيزم عنا مترال فروم ذا انفايرومنت اند يوز ذا بروفايد عنا واين عنا اكتيفيتيز اند مينتن هيلث تمام تمام بيحكي لك هون انه هي عمليه تمام باي ويتش بيحكي لك للكائن الحي تمام اللي هو للانسان تمام وين في اللي هي الانفايرومنت تبعتي ليش حتى بروفايد تزود لي الاكتيفيتيز اند مينتن هيلث تعطيني نشاط اعطيني مثلا انا ليش عم باكل حتى اعمل نشاط معين هسا انا لما اضلني طول اليوم مو ماكله تحسي حالك مالك دايما مرتخيه ما انت قادره تقومي من فراشك فانا النيوتريشن غذائي بنعطل الكائن الحي اللي هو انا تمام ليش حتى يزود لي اني اعمل اكتيفيتي اعمل نشاطات اليومية تمام ورح ناخذ قانون عنه كمان شوي هذا الاشي تمام تمام آه اللهم صل محمد آه بدنا نعرف انه راح يصير عندنا دايجستد فود تمام آه هون نفس اللي حكيتهن فوق راح يصير دايجستشن هضم للاكل بعدين ابزوربشن امتصاص بعد ما يمتص الاكل تمام راح يصير عندي عمليات المتبلزم عمليات الايض تمام تمام اللي هي البناء والهدم اوكي بعدين راح يصير عندي بعد ما انا والله اكلت هضم لي معدتي هالاكل اللي اكلته امتص لي اياه بلشت عمليات الايض تكسر تهدم وتبني بعد هيك راح يصير عندي منتن اوف هيلث يصير عندي ايش حفاظ على صحتي راح يصير عندي جروث نمو راح يصير عندي ريبرودكشن اللي هو اعاده انتاج لكتير اشياء تمام تمام واخر حاجه راح يصير عندي كونسبريشن اوف اسب... اللي هو سبيسز تمام اللي هون انا اي اشي تمام قليل عندي راح اعوضه تمام تمام اكيد طبعا الكل بيعرف انه الفود ونور بيدخل انتر ذا ماوث من اكيد ما بناكل من مكان ثاني اوكي ثالث مصطلح راح نكمله لليوم اللي هو الميل الميل اللي هي الوجبه كلنا بنعرفها بحكي لك الوجبة هي eating بتوك آه... عبارة عن فود تمام آه... وهذا الفود اللي هو فيدينج إلنا غذاء فيدينج معناها تغذية أوكي فهذا الفود الأكل اللي إحنا عم نأكله بيعمل لي تغذية لجسمي تمام تمام آه عنا الدايتج... الدايتشن هاي مو معنا تمام رح نحكي هسه عن الدايتشن اسيستنت اللي هو مين اخصائي التغذيه اخصائي التغذيه فهو شخص هو عباره عن كواليفايد بيرسون شخص عنده مؤهلات هو ريسبونسبل مسؤول فور ميل آه، عنا اللي هي preparation and food cooking هو هذا الشخص البيرسون مسؤول انه يحضر لي تمام الاكل ويطبخ لي يحضر لي الاكل and food cooking تمام تمام شو يعني دايت دايت دايتيتكس معناها مانجمنت إدارة الدايت في شخص بدي يعمل لي إدارة للدايت تبعي تمام؟ or the sense عنا dealing with the اللي هي nutritional planning and اللي هي preparation of food أكيد هو راح يعمل لي دايت تمام؟ يكون ماله فيه نيوتريشنال فيه كل الغذاء اللي هي حكينا الكربوهيدرات البروتين الفات المينرال الفيتامين تمام؟ تمام في عنا كلمة كتير مهمة اللي هي مين الكالوري شو هي الكالوري اللي هي الوحدات اوكي الكالوري بيحكي لك هي عبارة عن اشي هت حرارة انرجي فالو تمام اوف فود فهي بتعطيني هاي الكالوري طاقة من الأكل تمام من الأكل اللي أنا عم باكله سواء كان كربوهيدرات بروتين فات تمام تمام وبدنا نعرف شغلة كتير مهمة إنه واحد غرام من الووتر واحد غرام تمام اوف ووتر باي 1 يعني يعني واحد غرام من الكالوري تمام ايش راح يصير عندي راح ينغلب بواحد سيلسيوس هاي يعني راح يرفع عنا اللي هو المي لواحد سيلسيوس تمام مو كتير مهمة رح ناخد اشي كتير اهم من هذا الحكي اللي انا بحكيه آه ااا اوكي عنا الدايتري متابلزم تمام الدايتري uh, متابلزم هي بروسز هي عملية by which the body grows تمام uh, and maintain uh, الأنب عنا وعنا اللي هي الكاتابوليزم حكينا قبل شوي المتابلزم بتبلش تشتغل وتعمل عمليات بناء وهضم هاي هي حكي لك انابوليزم واللي هو الكاتابوليزم عمليات البناء الهضم والبناء تمام اللي هي الدايتري متابلزم اللي هي عمليات الأيض تمام تمام في عنا رح نحكي عن الدايت والدايت هو سبيشال ميل وجبات خاصة فورث عنا تربيوتك عنا اللي هي ابليكيشن تمام ات از ذا سيم اوف دايلي اور ويكلي ميل ممكن انا اعمل دايت لمده يعني دايت يكون يومي او ممكن اسبوعي يمكن شهري تمام حسب انا ليش عملت دايت لهذا الكائن تمام إيه الصورة لسه ما وضحت إيه اوكي راح اكمل عن المصطلح اللي بعده هاي كلها مصطلحات اللي هي نيوتريشنال ستيت تمام اللي هي الحاله الغذائيه عندي مثلا انا والله حالة الغذائيه توب مثلا ممكن إيه رشا عندها لا حالتها مالها اندر

أذر هاند، كيف يعني هذا الشيء اللي أنا بحكيه؟ بحكي بيحكي لك النيوتريشنال ستيت حالتك الصحية هي عبارة عن إيش؟ بالانس توازن بين النيوترين اللي أنت عم تاخديها والنيوترين اللي أنت عم بتطلعيها في جسمك بتطلعيها من جسمك أو بتطلعيها على شكل طاقة، مثلا أجي أنا طول اليوم أوكل سندويشة وأضلني أعزل بالدار، تمام؟ فآخر الليل رح تلاقي حالك كثير تعبانة لانك انت عم تستهلكي صرتي الاشياء المخزنه في جسمك مش الاشياء اللي هي النيوترين اللي انت اكلتيه مثلا من الصبح تمام فهي النيوتريشن ستيت هي بالانس توازن بين النيوترين اللي انا عم باخده من اللي عم بطلعه تمام او عم بستهلكه اوكي اوكي هون في عنا مصطلح اسمه ريجيم كنا بنعرف اسمه it is not stop eating مش والله روجيم والله احكي بدي اعمل رجيم اروح طول اليوم ما اكل الروجيم مش انه ما اكل تمام but is عنا inna... اللي هي modification modification تو to make عنا nutritional تمام اني انا اعمل modification اعمل تعديل على النيوتريشن انا عم باخده اخليه بس بطريقة متوازنة زي قبل شوي مثلا كنت احكي انا شخص بحب الحلويات اضلني طول اليوم باكل كربوهيدرات كربوهيدرات تمام هذا خلص حسيت حالي كتير عم بتعب ما عندي بروتين ما عندي اي دعم لجسمي تمام فايش بروح بحكي بدي اعمل روجيم يلا يا رغد اقطع حالك عن الاكل وهذا غلط انا ما بروح بتوقف عن الاكل انا بروح بعمل تعديل بسيط موديفيكيشن لا الغذاء تبعي بخليه بالانس بس اوكي آه. عنا اللي هو اللهم صل محمد اسف انا الاستيرفيشن الاستيرفيشن بيحكي لك اولموست عنا ذا توتال عنا اليمنت اوف فود بيحكي لك هنا انه انت استيرفيشن معناها حرمان من الاكل تحرمي حالك من الاكل من كل عناصر الاكل اروح انا احرم حالي خاصه مثلا تيجي تحكي لك وحده والله هذا في اشي اسمه بس مع الصيام المتقطع ولا ما ادري شو طول اليوم مثلا ما تاكل جاج فانه ما بصير طب انت جسمك الانرجي من وين بدك تجيبيها تمام تمام عنا الماكرو في عنا اشي اسمه ماكرو في عنا اشي اسمه ميكرو ماكرو تمام اللي هي اشي كبير تمام اللي هي النيوترين يعني بتكون مالها جزيئاتها مالها كبيرة اوكي اللي هي انا بحتاجها بكميات كتير كبيرة هاي هي المايكرو بحتاجها بكميات كبيرة نيدد ان هاي مثل الكربوهيدرات والبروتين والفات انا جسمي كتير بحتاجها بكميات كبيرة أما الميكرو نيوترينت هي نيدد إن لوي أمينت بحتاجها بكم بشكل كميات مالها صغيرة مثل الفيتامين والمينرال أنا بحتاجها ولازم نياها لكن شو مش بكميات عالية مثل الكربوهيدرات والبروتين والفات تمام تمام عنا uh, الميل نيوتريشن ميل نيوتريشن اللي هو مشو اللي هو سوء التغذية ميل نيوتريشن سوء تغذية أوكي سوء التغذية, okay. التغذية بحكي لك ممكن أنا ما عم بتغذى يصير عندي أندر نيوتريشن ممكن عم باكل كثير يصير عندي أوفر نيوتريشن فهذا الإشي إمبالانس إمبالانس يعني غير متوازن تمام امبالانس مش متوازن فهذا هو الميل نيوتريشن ان انا عم باكل كثير او عم باكل شيء كثير فصار عندي ماله نيوتريشن مش متوازن تمام تمام هون راح احكي حاجه كثير مهمه عنا شيء اسمه جول تمام وجول هي وحده من الانرجي وحده من الطاقه والحراره اوكي زي الكالوري لكن بدنا نعرف شغله مهمه جدا انه واحد كالوري واحد كالوري بيساوينا أربعة فاصلة مية وأربعة وثمانين جول وكتير مهمة جدا جدا إنه واحد من الكالوري كدش بيعطيني أربعة فاصلة مية وأربعة وثمانين جول تمام تمام آه عنا النيوترينتس آه 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 نفس العادة نفس المصطلح الثاني التاني لكن هون يعني حكوا بشيء زيادة برضو حكنا إنه هو عبارة عن كربوهيدرات، مينرال، فيتامين، وكمان ضافوا الووتر تمام هاي النيوترون غذاء بيحتاجه جسمي تمام، تمام. بيحكي لك قبل شوي إحنا أول المادة حكينا إنه مصنفونا النيوترين الغذاء لثلاث شغلات الكربوهيدرات والفات والبروتين، تمام. بعدين توسّعوا بالموضوع وراحوا عملوا إيش؟ اللي هو كومبنت needed باي ذا بودي صار انه البد بيحتاج 6 جروب ست مجموعات شو هن الووتر الفيتامين المينرال الكربوهيدرات والبروتين والفات حكينا قبل شوي انه الكربوهيدرات والبروتين والفات انا جسمي بحتاجهن بماكرونيوترينتس بكميات كبيره اما الفيتامين والمينرال حكينا بحتاجهم لكن بحتاجهم ميكرو نيوترين يعني غذائي يعني بيكون بشكل قليل لوي تمام تمام ساجدة مو ظابط اوضحها يعني كيف بدي اوضحها انا عندي واضحه يمكن من النت كانه خلص المهم انا الصوت يعني مش عارف صراحة كيف اي حد عنده حل اني اوضحها يحكي لي اخر حاجة راح نحكي عن البالانس الدايت اللي هو الدايت اللي بيكون بالانس متوازن انه انا أخذ كوب اللي هي دكت عنا اوف اول من كل هاي النيوترين اللي حكيناها فوق من مجموعة التغذية انا اخذها بكلاتها بشكل ايش ادجكت بشكل كافي تمام تمام آه في اشي عندنا كتير مهم اللي هو ريكومندد عندنا داي عندنا دايتري عندنا اورنس اللي هو الار دي اي هاي الار دي اي بحكي لك اوف نيوترين اند عندنا انرجي انتيك اوف بوبوليشن جروب اكوردنج للايج والسكس وان والويت اند اللايت بحكي لك هون آه بدنا نشوف قديش انرجي انتيك قديش انا بدي اخذ طاقه حسب عمري الجنس تبعي سواء ميل او فيميل حسب وزني طولي تمام هاي بنسميها ار دي ايه اللي هي انا آخذ انرجي حسب عمري الجنس تبعي والويت واللايت تمام؟ تمام هيك بكون خلصنا الشابتر الاول اي حد عنده سؤال يسأل وهيني جايكم ثواني خليكم معي بشرح اوكي ايه انا هيك خلصت الشابتر الاول اللي حضر معي في اي سؤال حسيته اي نقطة ايه استوعبته واحكولي اعملولي اي رياكشن يا جماعة الخير بالنسبة للصورة جد مو عارفة اللي عندها بتعرف لهاي القصص تحكي لي كيف ممكن اوضح الصورة انا هسا حاطة تليفوني على الارض ف ما بعرف هيك الصورة عندك واضحة بس ليش العد شوية توقعت يجي اكتر من هيك صراحة هاي دبليو اي ما بعرف اسمك ما في صورة من مرة كيف ناس بتحكي واضحة في ناس بتحكي لا اوكي اكمل الشابتر التاني. اوكي راح اكمل عشان ما يكون بالبث اللي بده يرجع يحضره يكون في كتير فراغ وسكوت وهدوء ونوم <applause> اوكي آه راح نحكي عن الشابتر التاني في التغذيه آه برضو جدا سهل آه قبل حكينا انه دونيوتري آه اول ما طلعت آه تمام إيه حكونا انهم صنفوها لثلاث تصنيفات بعدين صار يحكوا لا بدنا نكمل النيوترين ونحط فيها حتى الاشياء اللي انا بحتاجها بشكل قليل لكن ايش تعتبر تغذيه مهمه لجسمي صارت ست جروب ست مجموعات شو هن خلينا نعيدهم بسرعه كربوهيدرات بروتين فات مينرال فيتامين وايش كمان ووتر تمام هدول ست جروبات للنيوترين اوكي اوكي بهذا الشابتر رح نحكي عن الكربوهيدرات والفات والبروتين اوكي اوكي رح نحكي عن هسا الكربوهيدرات الكربوهيدرات اللي هو شو السكر تمام الكربوهيدرات بدنا نعرف شغلة كتير مهمة انه بيتكون من ثلاث مكونات اللي هو الكربون والهيدروجين والاكسجين تمام تمام هاي مكونات المين الكربوهيدرات كربون وهيدروجين واكسجين اوكي لا الصفحة الاولى مو داخلة ما فيها اشي ايه اوكي اوكي بدنا نعرف شغلة كتير مهمة وهذا الاشي بيرجع لمين بيرجع لل البيو كيميستري. تمام اللي هي الكيمياء العضوية عضوية مش عارف حيوية تمام اللي هو في عنا اشي تقسيمات لا اللي هو الساتوريتد لا اللي هو للكربوهيدرات يا ربي تقسيم لا الكربوهيدرات تمام الكربوهيدرات بيتقسم عنا لثلاث شغلات اوكي اللي هو المونو ساتشوريتد تمام وعنا كمان اللي هو مين الدي ساتوريتد تمام وعندنا كمان مين اللي هو البولي ساتوريتد تمام اللي هو البولي ساتوريتد تمام عندنا ثلاث تقسيمات للكربوهيدرات تمام مونو ساتوريتد ديس دي ساتوريتد وبولي ساتوريتد تمام شو اللي بحكي انا فيه في عنا سكريات احاديه اللي هي المونو عند سكريات ثنائيه اللي هي ايش دي دي تمام وعندنا البولي اللي هي بتكون اكتر من ثلاثة لعشرة تمام سكريات فهاي هي مين الكربوهيدرات تمام مونو وديا وبولي تمام تمام وحكينا قبل انه الكربوهيدرات بتكون على تقسيماته حكينا بيتكون برضو من ثلاث شغلات اللي هي الكربون والهيدروجين والاكسجين تمام تمام بنرجع لهنا اه بيحكي لك عنا حكينا عنا مونو دي وبولي شو المونو المونو بيحتوي على سكريات أحادية مثل مين مثل الجلوكوز الفركتوز تمام اه الجالاكتوز، تمام هدول سكريات مالهم مونو ستوريتد أحادية سكريات أحادية أوكي أوكي الجلوكوز از ذا موست امبورتنت اوف ذس عندنا جلوكوز ميتابوليزم از اندر هرمون كنترول اوكي بيحكي لك انه الجلوكوز كتير مهم لعمليات الميتابوليزم عمليات الايض uh, بينتج لنا هو الانرجي صراحة نحكي عنه بشكل مفصل اكثر تمام بهمنا ان شاء الله تطلعوا من الشابتر تكونوا فاهمين كل حاجه بدنا نعرف الفانكشن الوظيفة للكربوهيدرات تمام شو وظيفة الكربوهيدرات تعطيني هيت هيت حرارة وانرجي وطاقة ليش حتى البدي يعمل اكتف يعمل حركات ويعمل أنشطته اليومية تمام تمام حكينا الستارتشد هنا اوف الستركتشر يا ربي اوف ذا بناء الكربوهيدرات تمام أه بيتكون اللي هو حكينا يا مونو تمام يا دي عنا اللي هو صدق محمد الكربوهيدرات حكينا مونو او ديا او بولي الكربوهيدرات بينقسم لجزء المونو يعني سكريات مالها احاديه تمام فعنا السكريات بتكون يا احاديه يا ثنائيه يا عديدة السكريات تمام الكربوهيدرات تمام اللي هو حكينا الجلوكوز والفركتوز والجالكتوز ما لهم هدول بكونوا مونو ساتوريتد فالكربوهيدرات هو سيمبلست يعني فورم اوف ذا كاربوهيدرات يعني كتير بسيط هو بيحتوي على مونو بس سكر احادي تمام بيحتوي على سكر احادي مثل مين الجلوكوز والفروكتوز والجالكتوز تمام تمام متى بصير هالسكر ثنائي بروحوا بجيبوا هالسكر الأحادي عفوا على خط يعني السكر الأحادي وبحطوه مع إيش مع كلوكوز مع إيش بحطوه مع كلوكوز تمام بروحوا بجيبوا سكر أحادي مع مين مع كلوكوز تمام بعد ما يحطوا سكر أحادي مع كلوكوز رح يطلع عندي سكر بصير اسمه دي ساتوريتد اللي هو الثنائي ثنائي تمام بصير عندي سكر ثنائي تمام تمام يعني عندي سكر احادي السكر الاحادي اللي هو المونو تمام حكينا هو عباره عن ثلاث شغلات من هو الجلوكوز والفراكتوز والجالكتوز تمام هدول مين المونو ساتوريتد يعني سكر مالهم احادي جلوكوز وفراكتوز وكلاكتوز حكينا بدو سكر دي ساتوريتد عندنا يعني سكر ثنائي بروح بجمعهم كلهم مع جلوكوز يعني جلوكوز مع جلوكوز بيطلع عندي سكر دي ساتوريتد سكر ثنائي شو بنسميه هذا السكر الثنائي بنسميه بنسميه سكروز هدول حفظ وكثير مهمات اخذناهم بالفسيولوجي وبرضه هون بالتغذية فاجينا جبنا سكر احادي مونو سكو... مع جلوكوز صار عندي سكر دي ساتوريتد ثنائي شو اسمه سكروسز اه... تمام اللي هو السكو بطلت يعني اللي... اعرف ارفضها اللي هو سكروزز تمام تمام عندنا الفراكتوز لما احطها مع جلوكوز كله بدي اضيفه مع كلوكوز تمام الفركتوز مع اللي هو كلوكوز بصير عنا برافو اللي هو لاكتوز تمام لما انا اسف تخربطت بشغله عشان كتبت بالاول جلوكوز إيه اللهم صل على محمد الجلوكوز مع اللي هو فراكتوز آسفة أنا كلوكوز مع فراكتوز بيعطيني إيش سكروز تمام استنوا شوي لخمت الدنيا عشان كتبت كتابة أنا آسفة عنا كلوكوز تمام مع جلوكوز خلينا نرجع بيعطيني مالتوز انا اسفه مليون جد اسفه بس تخربط كلوكوز مع كلوكوز بيعطيني مالتوز برجع بحكيها كلوكوز مع كلوكوز يعني جبت سكر احادي كلوكوز حطيته مع كلوكوز صار عندي مالتوز شو صار عندي مالتوز اوكي جبت سكر احادي اللي هو الفراكتوز اللي تمام حطيته مع الكلوكوز شو اعطاني سكر ثنائي اسمه لاكتوز اسمه لاكتوز تمام تمام آخر إشي لما أجيب الجالاكتوز تمام أحطه مع الكلوكوز آه هدول حفظ تمام انا اسفة جد اسفة لانه في بنت حكت لي لاكتوز وطوال رحت لقطتها منها وانا مش مركزة شو اللي كتبته عنا سكر مونو تمام مع ركزوا هون معي سكر مونو مع اللي هو كلوكوز بيعطيني سكر دي, س... دي اللي هو مين ثنائي آخر خربطت لانه في بنت كتبت لي لا ما راح احط الحق عليها يعني او ما راح احط لها حج عليكي اسفه إيه بس انا خلص لفت انتباهي اللاكتوز ورحت حكيت صح آه احادي عادي عادي إشي طبيعي احنا عادي يعني مهم انتبهنا للغلط مونو احادي مع جلوكوز بيعطيني دي ثنائي دي ثنائي تمام تمام نرجع هون جلوكوز تمام هي هون الاحادي هون مونو تمام وهون الجلوكوز لما اروح اجيب سكر مونو احادي مثل الفركتوز او الجالاكتوز او الجلوكوز فركتوز مع جلوكوز بيعطيني سكروز فركتوز مع جلوكوز بيعطيني سكروز تمام سكر احادي جالاكتوز مع جلوكوز بيعطيني اللاكتوز شو بيعطيني لاكتوز اوكي قال لك يعني آه جلوكوز مع جلوكوز يعني الاثنين جلوكوز شو بيطلع عندي مالتوز شو بيطلع عندي مالتوز يعني عندي سكر احادي اللي هو فراكتوز وجالكتوز وكلوكوز رحنا حطناهم مع كلوكوز كلهم راح يطلع عندي سكر ثنائي من هو السكروز واللاكتوز والمالتوز اذا حطيت كلوكوز مع فركتوز رح يعطيني السكروز حطيت جلوكوز مع جالكتوز راح يعطيني لاكتوز جلوكوز مع جلوكوز راح يعطيني ايش مالتوز تمام انا اسفه كثير لاني خربطت يعني بس خلص سبحان الله آه هاي المعلومه صح تمام تمام آه في عنا آه حاجه بنسميها آه اللي هي الاميلاز والإملوبو عندنا الاملوبكتين تمام شو هاي الاشياء بيحكي لك هي عباره متى لما يكون عندنا مش حكينا قبل شوي انه السكريات بتكون يا احاديه يا ثنائيه يا متعدد اللي هي البولي تمام بيجي هذا البولي من هو من كتر ما هو كثير متعدد السكريات قسموه لاميلايسز او الإمبروبيكتين تمام الإمولايسز هو بيكون على شكل ستريت مستقيم تمام فيه من سبعين ل وخمسين كلوكوز تخيلوا كديش اما الامبلوبكتين تمام هو برنشد بيكون متفرع فيه من قديش مية الف كلوكوز تمام مية الف كلوكوز اوكي وبرجع بحكي انتبهوا لهان انا رجعت صححت المعلومة فاكيد وصلت للكل تمام فها هي بالنسبة للسكريات في عنا مونو وعنا دي ساتوريتد وعندنا بولي ساتوريتد عشان اصير عندي سكر ثنائي بدي اجمع الجلوكوز مع انواع المونو ساتوريتد بيطلع عنا اللي هو الدي ساتوريتد تمام اوكي رح نحكي هون عن اللي معي على البث إيه وصلت كل فكرة إيه لا عادي صار مش مشكلة والله المهم خلص انتبهنا وما في اشي هسا كله واصل معلومة صح اللي معي هون في اي اشي وين تحكوا آه، راح رح نحكي عن السورس اوف كاربوهيدرات مصادر اللي هي الكربوهيدرات شو مصادر الكربوهيدرات آه، نرجع نحكي عن الكربوهيدرات كلهم حكينا الكربوهيدرات يا مونو يا دي آه، او اللي محمد البولي ستشوريتد. تمام تمام المونو ساتوريتد حكينا اللي هو الفراكتوز و آه، والجلوكوز والجالاكتوز هيهم عنا اللي هو الفركتوز والجالاكتوز تمام وبرضه الكلوكوز موجود هسه تمام تمام هدو هيو اول واحد جلوكوز وفركتوز وجالاكتوز هدول مالهم سكريات احاديه حكينا لما بدي احط انا سكر احادي على جلوكوز راح يطلع عندي مين راح يعطيني عندي, عندي سكروز لما اجمع انا حكينا لما اجمع اللي مع الفراكتوز راح يطلع عندي مين راح يطلع عندي سرعة إيه تمام إيه اللهم على محمد حكينا لما بدي أحط أنا الكلوكوز تمام <applause> الكلوكوز إيه إيه اللي هو الجالكتوز مع الكلوكوز راح يعطيني لاكتوز أوكي واخر اشي حكيت لما احط جلوكوز مع جلوكوز راح نحط راح يصير عندي ايش سكر ثنائي من النوع المالتوز هدول كلياتهم السكريات والسكريات البولي اللي بتكون متعدده مثل الستارتش تمام ومين اللي هو آه الكلايكوجين تمام وعندنا كمان السلوسز اللي هي الفايبر الالياف اوكي هدول كلياتهم سكريات سواء كانت أحادية ثنائية متعددة السكريات أوكي رح نحكي كل واحد شو مصدرها يعني من وين بيجي مثلا الكلوكوز بيجي من الفروت تمام من الفواكه مثلا الفركتوز بيجي من الفروت شجر من الفواكه اللي كثير حلوة تمام عنا اللي هو السكروز بيجينا من الفروت والفيجيتابلز من الفواكه والخضرة اللاكتوز تمام بيجينا من وين من الملك وكتير هاي مهمة اللاكتوز بيجي من الملك اوكي الجلاكتوز اوكي الجلاكتوز من وين بيجي بيحكي لك هو ما يعني ما ما له مصدر غير اللاكتوز اللاكتوز بعد ما انا اخذ ملك بعد ما اخذ حليب بروح ماله بصير له جسم بينهضم هذا اللاكتوز اللي هو اخذته عن طريق الحليب بعد ما ينهضم هذا اللاكتوز بيطلع عنا سكر اسمه الجالاكتوز تمام في جسمنا آه المالتوز بيحكي لك بيجي من الجيرن من الحبوب تمام والستارتش تمام اللي هي بتيجي من وين من البلانت بتيجي من البلانت الحي النباتات يا ربي اوكي واللي هو الكلايكوجين من وين بيجي بيجي من الانيمال فالكلايكوجين بيجي من الانيمال والستارتش بيجي من وين من البلانت تمام تمام عنا السلوسز اللي هو الفايبر الالياف من وين بتيجي بتيجي من الفيجيتابلز ومن الفروت اللي هي اصلا عبارة عن شو عن فايبر حكتلكم ألياف تمام تمام هدول مصادر مين مصادر الكربوهيدرات كل الكربوهيدرات او كل سكر من وين بيجي تمام تمام إيه، اوكي هون حكناهم آه راح نحكي هسه عن اللي هو البروبريتس اوف آه اللهم صل على محمد آه عن ترتيب الشوجر او حلاوه الشوجر تمام كل سكر له حلاوه تمام مثلا مثلا اهم شيء اللي هون عنا الفراكتوز هو سكر والسكروز سكر جالك الجلوكوز مالتوز جالكتوز لاكتوز كلهم سكر لكن كل واحد احلى من الثاني يعني مثلا الفركتوز كثير حلو يعني هو أكتر شيء حلو تمام هو السويتر هو الاحلى تمام واقل حلاوه مين اللي هو اللاكتوز اقل حلاوه اللاكتوز هذول كتير مهمين هي ترتيبهم بس اللي بهمنا أكتر انه احلى واحد تمام السويتر اللي, اللي هو الفراكتوز واقل اشي اللي هو مين اللاكتوز اوكي إيه اوكي ايه اللهم محمد بحكي لك ال sugar ار سلوبل ان ووتر لاكتوز عنا ليست سلوبل بحكي لك كثير مهمه هاي المعلومه كل الشوجر كل السكر بذوب بالماء ما عدا اللاكتوز يعني قليل الذوبان في الماء اللاكتوز قليل الذوبان بالماء تمام تمام هسا رح نحكي عن اليوز أوف استخدامات الشجر. مثلا عند يعني السكروز بستخدمه أنا في دومستيك عنب في الطعام المحلى عشان أنا أحل الطعام الأكل تمام ممكن استخدمه في التيست التيست اللي هي التذوق أوكي أنا بستخدمه عشان يعطيني هاي إنرجي طاقة تمام اللي هو حكينا هو سوينتر باي عنا دايبتيك تمام هو اكتر اشي محلى تمام بس هون حكي لكم انه كتير حلو زي ما حكينا فوق الدايجستشن الهضم اي اشي بدي اكله انا رح يصير له هضم بعد ما يصير له هضم رح يصير له امتصاص بيحكي لك اسلام اجي انا اهضم مثلا مثلا المين الفرا نحكي الفراكتوز الفراكتوز عباره عن مونو ساتوريتد عن سكر احادي بما انه سكر احادي يعني اشي سمبل بسيط بيدخل هالجسم وبينهضم على طول وبمتص جسمي لكن اذا كان سكر مثلا ثنائي هنا الثنائي رح يتحلل لاحادي بعدين يجي ايش ينهضم تمام فاذا كان سكر مونو احادي عادي خلص بينهضم على طول اذا كان سكر دي, ستشوريتد، دي ستشوريتد اللي هو ثنائي فهو ايش بده يتحلل بعدين ينهض يتحلل لمونو يصير يعني اصغر بعدين ايش ينهضم وجسم يمتصه لكن طب اذا كان بولو يعني متعدد السكريات تمام فهو بده يصير دي ساتوريتد بعدين يصير مونو بعدين يتحلل فهي على الترتيب تمام انا ما بقدر اهضم اشي كبير على طول فاذا كان عندي اشي مونو ساتوريتد سكر يعني احادي طوال بينهضم تمام على طول اما اذا كان عندي سكر ماله دي تمام يعني ثنائي فهو بده أول يصير يتحلل لمونو، بعدين ينهضم تمام؟ أما كان مونو طوال بينهضم تمام؟ أما إذا كان ثنائي فهو يتحول لمونو بعدين ينهضم، طب إذا كان بولي بولو ساتشوريتد متعدد فهو بده يتحول لدي ثنائي بعدين يصير مونو. بجسمي طبعا هذا جسمي اللي بساويه بعدين ايش ينهضم تمام تمام اوكي اوكي أم... وين بيم... وين بصير عملية الابزوربيشن عملية الامتصاص بتصير في الكابيلاري اللي هي الشعيرات الدموية وفي في الانتستينال في الامعاء تمام في اشي لحد الان اللي عم بحضر معي فاهم على شرحي في اشي صعب يمكنكم إنزهكتوا. ايه اوكي راح نحكي هسه ايه عن شو عن الشجر اه ايه بحكي لك ديس شوجر عنا دي عنا عنا ايه ايه دايتري عنا كربوهيدرات ار عنا هسه ايه احنا بما انه بنحكي عن الكربوهيدرات بدنا نعرف انه الكربوهيدرات انا السكر اللي عم باكله سواء احادي ثنائي مدري شو العناء عم باكله هاي الكربوهيدرات تمام كلها بتروح مثلا على معدتي وبعدين بخرجه ب... تمام ولا شو اللي بصير بالسكر السكر اللي انا عم باكله بحكي لك السكر اللي انت عم تاكليه بروح على ثري واي على ثلاث طرق تمام الكربوهيدرات اللي انت عم تاخديه بروح ثلاث طرق تمام اول طريقه اللي هي بتأخده عمليات المتبليزم عمليات مين الأيض تمام فالشجر بيروح على عمليات المتبلزم بتصير عنا عمليات أيض تمام تأخذ شوي من هالشجر من هالكربوهيدرات وبتروح تعمل فيها عمليات إيش المتبلزم عمليات الأيض تمام وبعدين هاي عملية الأيض راح تعطينا شو إنرجي أوكي أوكي هاي أول طريقة تاني تاني طريق لا الكربوهيدرات ماله بيروح بيصير كلايكوجون إيه كلايكوجين يا ربي شو بصير كلايكوجين شو يعني كلايكوجين كلايكوجين اللي هو تخزين السكر في الجسم لما جسمنا يخزن السكر بنسميه كلايكوجين فشوي من هالسكر بروح بيعمل عمليات متبلزم عشان يعطيني طاقة الجزء الثاني من السكر اللي أنا اللي أكلته بروح كلايكوجين كلايكوجين اللي هو بيتخزن في جسمي وتالت طريقة للكربوهيدرات اللي انا اخدته ايش بيروح بيروح بيعمل لي فات بيروح بيتحول على شكل دهون تمام تمام فانا السكر بروح على ثلاث طرق يا بيعطيني انرجي عن طريق عمليات المتابلزم الايض او بيروح بيخزن وين بتخزن في الليفر على شكل كلايكوجين او بيروح بيعمل لي فات دهون تمام في المصل وفي الليفل و و اوكي شكل النت عندك ضعيف ليش صوتي مش واصلكم ولا متأخر الصوت لا إله إلا اوكي راح نكمل آه بدنا نعرف هون شغله بلاد آه شوغر ليفل اللي هو مستوى السكر في الدم لازم يكون تقريبا من 70 ل وعشرة هذا النورمال تمام بدنا نعرف انه الهرمونال كنترول كنترول كنترولر اللي هي آه كيف الهرمون احنا آه بتشتغل في جسمنا تمام آه عنا او اللي بيراقب الشجر تمام الهرمونات اللي بتراقب السكر في دمنا تمام عنا اول هرمون تمام اللي هو مين الانسولين الانسولين من وين بيجي بيجي من بيتا سيلز تمام اللي هو اصلا بيكون بالبنكرياس تمام فانا الانسولين بيجي من البيتا سيلز وكتير مهم اللي انا بحكي فيه تمام فانا الهرمون اللي بتراقبلي لي في دمي اللي اول اشي الانسولين بيجي من بيتا سيلز تمام ثاني حاجه اللي الهرمونات اللي هي الادرينالين اللي هي بتفرز لنا الادرينال تمام وثالث هرمون اللي هو مين اللي هو الكلايكوجون الكلايكوجون بيجي من الفا سيلز بيجي من الفا سيلز تمام تمام وعندنا ريلايز اوف جلوكوز عندنا هذا مهم وعندنا الهرمون الرابع اللي هو جروث هرمون هرمون النمو شو بي من وين بيفرز لنا من البايتوتري جلاند فعندنا اربع هرمونات مهمه بتراقب لي الانسولين جاي من بيتا سيلز الادرينالين جاي بتفرز لنا اللي هو من فرزه من الادرينال ميوديلا والكلايكوجون من وين جاي من الفا سيلز والجروث هرمون اللي هو فرام من مين من جلاند تمام ok عنا الهازارد عنا اوف كاربوهيدرات سي اتش او اختصار للكربوهيدرات عنا هازارد اوف كاربوهيدرات مشاكل بتصير ممكن نتيجة اخذ للكربوهيدرات مثلا اجيت انا اخذت كربوهيدرات هاي اومنت بكمية كتير عالية من الكربوهيدرات اول مشكلة راح تعمل لي النصاحة تمام إنه ايش رح حكينا احنا ثلاث طرق ليروح الكربوهيدرات اول طريقه المتبلزم عمليات الايض عشان تعطيني طاقه ثاني طريق اللي هو يخزنني في جسمي اللي هو جلايكوجون وثالث طريقه يصير فات فهون انا باخذ كربوهيدرات كربوهيدرات فراح يتحول لفات ويصير عندي اوبسيتي نصاحه ثاني حاجه بحكي لك ال فورم اوف كربوهيدرات انكلودينج سيرش عنا دنتل بحكي, لك بحكي لك ممكن يصير عندي مشاكل في الاسنان نتيجة أخذ الكربوهيدرات بكمية كبيرة ثالث نقطة بحكي إذا أنت أخذت دايت قليل من الفايبر تمام راح يعمل لي مشاكل إيش اللي هو قولون مشاكل قولون في القولون تمام زي الكونستيبيشن الإمساك تمام تمام مش حكينا عنا من أنواع السكريات اللي هو السلوسز اللي هو عبارة عن فايبر الألياف فهاي الفايبر اذا قلت ما هو نوع من انواع السكريات راح تعمل لي مشاكل في القولون مثل الكونستيبشن اللي هو الامساك تمام تمام رابع مشكلة ممكن تصير اخذي للكربوهيدرات اذا انا اخذت آه كميات كثير كبيرة من الكربوهيدرات ممكن يصير عندي ديزيز مرض اسمه كرونري هارتري تمام كرونري هارتري اللي هو المشكلة إنه أمراض بالعربي مش كتير شطورة ، فالكوروناري هارت الهارت كوروناري هارت اللي هي اللهم صل على محمد ، ما بعرف شو معناها بالعربي آه ، أمراض بتكون بال معي نتيجة رح ناخدها لقدام الكوليسترول وهيكا ، فهي بصير عندنا مشاكل أو ديزيز في الكوروناري هارت ايه اوكي عندنا الاكسس كربوهيدرات تمام زياده الكربوهيدرات بنرجع نحكي الكربوهيدرات اذا زاد راح يصير يتحول لفات ويصير عندنا اوبزيتي نصاحه بيرجع بعيد نفس الاشي ايه اللهم صل محمد ام ام ام. اوكي هيك ما في اي اشي تاني عندنا الانسفكشن إيه للكربوهيدرات اذا قل عندي الكربوهيدرات ما عم باخذ كربوهيدرات بشكل صحيح راح يصير هون إيه جسمي إيه يس امراض كرونري هارت اللي هي امراض بالقلب آه. إيه اللهم محمد إذا قل عندي الكربوهيدرات تمام ما عم باخد كربوهيدرات أنا فبصير جسمي مثلا والله صلي مثلا يومين ثلاثة مش ماكلة أنا سكر خاصة إن اللي بيكون أيام كثير صلوا مثلا شهر كامل وأربعين يوم تمام مش ماكل أنا سكر فبصير جسمي أنا إيش بده يس- بده يدور على سكر بالمخزن اللي عندي مش كنا نحكي تاني طريقة من ال- بروح على الجلوكوز يصير كلايكوجين يتخزن في الجسم في الليفر فبصير هنا الجسم بده يروح يدور على السكر المخزن بروح باخد السكر اللي هو الكلايكوجين باخده بستنفده طيب شو بده يعمل هنا الجسم بصير يروح على الفات يكسر الفات الدهون اللي بجسمنا تمام ويخليه ونتيجه تكسر الفات بينتج عنا ايش اسمه كيتونز الكيتون تمام وهذا الكيتون كتير ضار لجسمنا تمام فهنا بصير ايش ينتج عنا شو آه اللهم صل محمد آه امراء آه خلص ما حد يعلق او انا ما اطلع على التعليقات اوكي اسفه آه آه اوكي قلة الكربوهيدرات بصير يروح على الفات ويبلش يكسر بهالفات ونتيجة تكسير هالفات بيصير عنا إنتاج للكيتونز والكيتونز مو منيح لجسمنا ضار لجسمنا وهون بصير عنا ضرر على الجسم وبرضو كمان بقدر بيروح يكسر البروتين وإيش يصير عنا مشاكل كتير كبيرة أوكي فهذا هو كله نتيجة إيش نتيجة قلة في الكربوهيدرات اوكي يس رح احفظ كل حاجة كل بث رح اطلع فيه راح احفظ ان شاء الله اوكي هيك بكون خلصنا الكربوهيدرات اول نيوترين اول غذاء حكينا عنه بضل عنا الفات والبروتين وال اللهم محمد المينرال والفيتامين والووتر تمام فهسه راح نكمل عشو على الفات اوكي الفات زي ما حكينا على الكربوهيدرات من ايش بتكون فراح نحكي عن الفات من ايش بتكون برضو بتكون من الكربون والهيدروجين والاوكسجين تمام تمام أه... اللهم صل على محمد لا أه... بس اللي حكيته بدك تعرفي انه الفات بصير يتكسر لانه ما عنده سكر ويتحول لكيتون وبرضو البروتين بصير يتكسر وهذا الاشي ضرر على جسمنا أه... زي ما رجعنا نحكي انه الفات بيتكون من كربون وهيدروجين واكسجين تمام تمام في عنا عملية اسمها الهيدروجينيشن ايه شو يعني هيدروجينيشن بيروح ايه هسا في عنا ايه بالفات عنا ايش اسمه ساتوريتد وان ساتوريتد ساتوريتد يعني فات ماله مشبع وان ساتوريتد فات غير مشبع اوكي ايه فهنا الهيدروجينيشن عملية بتصير تكسر الفات الان الانساتوريتد يعني الفات الغير مشبع بتصير تكسر فيه تمام وبصير عنا ايش ايه فات ساتوريتد فات ماله مشبع والفات المشبع ضار لجسمنا الفات المشبع ضار لجسمنا تمام بدنا نعرف شغلة عندنا ايه عنا ساتوريتد تمام وعنا ان ساتشوريتد فات ساتشوريتد فات اللي هو فات ماله مشبع ان ساتشوريتد فات فات غير مشبع الغير مشبع هو اللي منيح لجسمنا لكن بيجي عنا عملية اسمها الهيدروجينيشن بتروح على الانساتشوريتد فات على الفات اللي هو الغير مش على الغير مشبع تمام بتروح مالها بتعمل له تكسير لما تكسره بروح بتحول لساتشوريتد فات لا يعني دهون مشبع والدهون المشبع ماله ضار لجسمنا هاي عملية الهيدروجينيشن تمام يعني بس هيك يعرفوا انه الهيدروج الهيدروجينيشن انه هو بكسر الانساتشوريتد لا ساتشوريتد والساتشوريتد فات هي ضارة لجسمنا إيه هاي حكيلك هو saturated fat saturated fat هي بيكون عبارة عن single بونت يعني رابطة احادية تمام مثل مين مثل البلامتك تمام مثل البلامتك تمام البلامتك هو عبارة عن saturated fat single تمام في عنا اللي هو ايه المونو ان ساتشوريتد فات اللي عندها هذا الكتاب هم كاتبين مونو ساتشوريتد فات لكن خربطه طباعيه مونو ان ساتشوريتد فات ضيفوا يو ان تمام ان ساتشوريتد فات تمام بحكي لك هي عباره عن دبل بوند رابطه ايه دبل تمام مثل الاوليك اسيد مثل الاوليك اسيد بس احفظوا هيك اوكي عندنا كمان بولي انساتشوريتد فات عنا بولي انساتشوريتد فات يعني دهون آه غير مشبعة يعني عديدة كثير اللي هي موردان اكتر من بوند دبل دبل بوند اكتر من رابطة ثنائية تمام مثل مين مثل اللاين عنا اللاينوليك اسد مثل اللاينوليك اسد تمام تمام في عنا اشي اسمه اللي هو رسندتي رسندتي اللي هو ايش اللي هو ايه اكسدة رسندتي اكسدة بيحكي لك هنا الان ساتشوريدت فات بيكم اكسجينيتد اكسديتد دي ربي عنا فورم ريدتلي عنا ذان فات اه عنا بلا 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 اوكي ايه بيحكي لك عنا الفات ممكن يصير له رسندتي اللي هي تأكسد ممكن يصير له تأكسد تمام من الهواء إيه، عندنا سلوبيليتي عنا سلو عندنا إيه، سلوبيليتي اللي هو محمد اللي هي السلوب يعني ذوبان الفات كديش بدوب بالمي الفات ان سلوب ان ووتر ما بدوب بالمي الفات ما بدوب بالمي وكتير مهم هذا الاشي متى ممكن الفات يذوب بالمي اذا حطيت مادة اسمها اللي هي الاميولوشن بتخلي سعيتها الفات يذوب بالمي لكن فات لحاله احطه بالوتر إن ما بذوب تمام لكن لما أحط مادة إسمها اللي هي الإيموليوشن إيش بصير بصير في قدرة لهاي المادة إنها تذوب الفات في الووتر تمام اوكي عندنا آه، عنا بدنا نعرف انه الفات بصير له دايجستشن هضم بعد ما اخده وبصير له آه، وين الهضم بصير له الهضم في الدودنوم في الدودنوم اللي هي جزء من الامعاء تمام تمام بدنا نعرف الفانكشن للفات شو وظائف الفات في جسمنا بيعطينا انرجي طاقه بدنا نعرف آه، شغله كتير مهمه انه واحد تمام إيه واحد غرام من الكربوهيدرات تمام بيعطينا كم اللهم صل محمد أربعة كالوري تمام واحد غرام من الكربوهيدرات بيعطيني واحد كالوري يعني إيه أربعة كالوري يعني أربعة طاقة تمام أربعة كالوري واحد غرام من الفات بيعطيني تسعة كالوري تمام كتير مهم هذا الاشي اللي حكيته واحد غرام من الكربوهيدرات بيعطيني أربعة كالوري واحد غرام من الفات كدهش بيعطيني تسعة كالوري كدهش بيعطيني تسعة كالوري تمام تمام آه وبرضو البروتين واحد غرام من البروتين كدش بيعطيني بيعطيني أربعة كالوري بيعطيني أربعة كالوري تمام فالكربوهيدرات والبروتين نفس الاشي لكن الفات واحد غرام من هالفات شو بيعطيني تسعة كالوري بيعطيني تسعة كالوري نرجع لوظائف الفات شو وظائف الفات اللي هو عندي بيعطيني إنرجي طاقة اللي هي تقريبا تسعة كالوري حكيناها آه، تاني حاجة اللي هو بيعمل لي تكوين او بيدخل في الاستركتشر تبع اللي هي الانكروبتد البروتيد اللي هو البناء الخلايا تمام بيدخل فيها بيعمل بروتكشن حماية تمام بيعمل لي اللهم صل محمد انسوليشن uh, اللي هي بيخلي عنا ال فات بريفنت لوس اوف هيت فروم ذا بودي هسه الفات وين بيكون في subcutaneous في الطبقة اللي بتكون ايه uh, subcutaneous مش عنا في عنا ديرمال وعنا سبكوتينيس وعنا المسل هدول طبقات الجسم subcutaneous بيكون عنا الفات فهذا الفات بيعملنا بيمنع انه انه تقل الحراره في الجسم تقلل الحرارة في الجسم تمام تمام اه وعنا اللهم صل على محمد اللي الستي بيحكي لك في عنا اللي هو الكيم العصارة تمام اه كتير اللي هي اللهم صل على محمد بيسز انتو عنا دودنم ريزلت ان اه يعني اللهم صل على محمد هاي الفات اللي بتعمل لنا العصارة اه كتير مهمة كمان لنا واخر حاجة الفانكشن اوف فات اللي هي فات اسلوب الفيتامين تمام انه في عنا فيتامين راح نحكي درس كامل انه الفيتامين مالها بتذوب وين في الفات بتذوب في الدهون تمام تمام آه بدنا نعرف الفات ستورز وين بتخزن الفات الفات بتخزن اندر ذا سكن تحت الجلد تمام اللي هي الاخوان حوالين حوالين الابدومينال حوالين المعدة او البطن تمام هدول تخزين الفات تحت الجلد وفي الابدومينال حوالين المعدة <applause> بدنا نعرف الفات هازارد مشاكل بتصير بالفات تمام ممكن اذا اخذت انا هاي انتيك اوف كوليسترول تمام اخذت كميات كتير عاليه من الكوليسترول تمام رح يصير عندي ارثوسكليروسس ديزيز اللي هي تصلب الشريان التاجي تمام تمام اذا اخذت لو فات انت اخذت فات بكميه قليله تمام رح يصير هون عندي جيف ديفينسي قل في اخذ اللي هو اشياء ضرورية مثل الانساتشوريتد فات حكا الانساتشوريتد فات كتير مهم طب اذا قل عندي الفات ما راح اخذ الانساتشوريتد فات تمام فهو راح يصير قلة في جسمي من هذا النوع من الفات تمام عنا سينز دايتوري عنا دايتوري عنا فات ان ذا كيرر اوف فيتامين ال اي والدي والاي والكي حكينا من وظائف الفات انه هو بيحمل لنا او بيذوب الفيتامين اللي هو ال اي والدي والاي والكي طب ما عنا فيتامين مين راح يذوب هاي الفيتامينات عشان نستفيد منها راح هون نجمع فيتامينات مالها على الفاضي اوكي هاي هي المشاكل اللي ممكن تصير نتيجة اه سواء كان أخذنا فات كثير أو فات بشكل قليل تمام تمام كلك قديش مسموح أنت تأخذي آه المصدنا محمد فات تأخذي تقريبا عشرين بالمية of total calorie يعني should be take from تمام تمام آه، عنا الانستينال آه، فاتي أسد آه، عنا الله مصطفى محمد الفات تمام ممكن يكون عنا آه، يعني هو من مكوناته اللي هو الفاتي أسد تمام آه، فالفاتي أسد هاي ليش مهمة نفسها الفات أوكي نفسها الفات إيش ليش مهمة مهمة برضه للجروث أند ديفلومنت اللي أند تمام تمام أه بدنا نعرف حاجة كتير مهمة تمام أه قبل شوي حكينا إنه ممكن يصير للفات شو أكسدة إذا تعرض للهواء صح حكينا للفات ممكن يصير عنا أكسدة رسدنتي إذا تعرض لمين لا الهوى. تمام أنا طيب إذا صار اكسده للفات اكيد راح يصير ضار على جسمي فانا ايش بدي امنع يصير انه ضرر على جسمي من اكسده هذا الفات فبحكي لك عندك الفيتامين اي الفيتامين اي مهم جدا بيمنع لي بريفنت بيمنع الاكسديشن بيمنع الاكسدة تمام فانا عندي الفيتامين اي بيمنع اكسدة الفاتي اسد بيمنع اكسد الفات تمام عشان هيك مهم عندي الفيتامين اي تمام تمام عندنا الكوليسترول بدنا نعرف شغلة إيه انه اللهم صل على محمد إيه الفات تمام من انواعه اللي هو مين الكوليسترول مين هو الكوليسترول أوكي <hesitation> آه فالكوليسترول تمام آه ممكن آه يكون اللي هو نفسه الفاتي يعني الكوليسترول لما يتجمع كتير 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 فات فبصير كوليسترول تمام أو نفس أو نفس الحكي مثلا الفات نفسه الكوليسترول أوكي تمام آه في عندي فات أوكي بتكون الدي. ال دي ال تمام وعنا اللي هو اتش دي ال تمام فعندي الفات او الكوليسترول تمام بيكون عنا ال دي ال واتش دي ال تمام ال دي ال واتش دي ال اتش دي ال اوكي وال دي ال اوكي شو هذا الحكي هاي هاي كنا بنعرف شو يعني هاي يعني عالي تمام هاي اوكي دي اللي هي دينسيتي دنسيتي معناها كثافة يعني كثافة عالية من اللاي ، لاي اللي هي اللايبوبروتين ، اللايبوبروتين اللي هي عبارة عن الليبد استنى اورجيكو اياها ، اللايبوبروتين عبارة عن ليبد مع بروتين ليبيد اللي هي نفسها الفات تمام ليبيد مع بروتين فبنسميه لايبو بروتين بنسميه لايبو بروتين مثل مين مثل الفات الكوليسترول عنا اه، عندنا الفسفو كمان الفسفو اللي, اللي هي الفسفو مع مين مع الليبيد اوكي كمان الفاتي اسيد كلياتها هاي تعتبر ايش فات تمام فهاي لما يصير عندي اه، لايبو بروتين تمام اه، ممكن يصير عندي بشكل اتش دي ال او ال دي تمام تمام اللي هي نفس الفات نفس الكوليسترول تمام كله نفس المصطلحات فهاي ال اللي هي عباره عن لايبو بروتينز تمام فصار عندي هاي تمام هاي دنسيتي لايبو بروتين يعني كثافة عالية من هذا البروتين من من هاي اللايبو يعني من هذا الفات من هاي الكوليسترول تمام فهذا اشي عالي كثافته تمام يعني ايش بيكون في فات اقل اللي بيكون فيه كثافة عالية وكتير مهم اللي انا بحكي فيه عندي اذا كان لايبو بروتين كثافتها عالية هاي كثافة عالية فكمية الفات اللي بتكون فيها قليلة تمام فاذا كان احنا جسمنا بنحتاج لفات اقل يعني ما بدي انا فات يتحول لا مثلا امراض مثل اللي عندنا الاوسترو ديزيز تمام اللي هي تصلب الشرايين تمام فانا لا بدي فات اوكي يفيدني لحياتي لكن مش انه يحوله لامراض فانا لما يكون عندي هاي دنسيتي لايبوبروتين كثافه عاليه من اللايبوبروتين يعني فات اقل يعني منيح لجسمي منيح للجسم تمام نيجي للالدي الالدي ال معناها اللوي تمام؟ كنا بنعرف شو يعني لوي اللي هي قلة، دي دنسيتي تمام؟ وال اللي هي لايبوبروتين، نفس اللي فوق، فها قلت عنا يعني الأتش والأل، أتش معناها هاي والأل معناها لوي، لوي دنسيتي لايبوبروتين، تمام؟ يعني كثافة قليلة من اللايبوبروتين، يعني فات أكثر، يعني كون فات دهون في جسمي أكثر، فات كثير في جسمي راح يصير عندي ضار. وممكن يصير عندي أمراض مثل الأورثوسكولوروسيس ديزيز تمام؟ تمام هاي بالنسبة لمين؟ آه لا ال HDL دي LDL وكثير مهم هذا الإشي تمام؟ مهم يعني الأبعد حدود حد عنده سؤال؟ في حد مو فاهم شغله ان شاء الله يا ساره لما تاخذي الادلت بتحفظي مثلي واكثر انا ما حفظت غير من الادلت صراحه نعم الدار اللي هو ال ال ليش لو دنسيتي Lipoprotein يعني كثافه اقل كثافه قليله من اللايبوبروتين تمام؟ كثافة قليلة من اللايبوبروتين راح تكون لي كثير فات، فكثير فات في جسمي راح يصير ضار، تمام؟ مثل حكينا مرض الاورثوسكلوروسس ديزيز، تمام؟ أما <hesitation> اللهم أتش محمد، HDL هاي كثافة عالية من اللايبوبروتين، تمام؟ راح تعطيني فات قليلة وهو اللي منيح لجسمي، إنه يكون عندي فات يعني منيح لكن بكمية مش كثيرة تكون نورمال تمام تمام طبعا سارة وأمل شكرا لوجودكم بالمحاضرة كاملة يعني ضل أه أعطيكم البروتين خلص عارف إنكم تعبتوا ضل خلص ضل صفحتين وإن شاء الله بكرة بكمل لكم الثالث وبنزل لكم الباقيين الباقيين رح يكونوا كلهم موجودين انا مجهزهم من قبل لاني شرحتهم لطلاب قبل فهم جاهزين بننزل لكم اياهم يعني وانتوا وقت ما تحضروهم بتحضروهم ان شاء الله رح نحكي عن الادلت صار لما نشرحها ان شاء الله آه اوكي رح نحكي عن البروتين آه البروتين اخر إشي رح نحكي عنه اليوم البروتين حكينا قبل شوي واحد غرام من البروتين بيعطيني أربعة كالوري تمام أربعة من الطاقة اوكي بدنا نعرف اللهم على محمد آه إنه البروتين كتير مهم تمام البروتين من ايش بتكوني بتكوني من النيتروجين والتمام آه والأمينو اسيد اون آه اللي هو الهايدروليسز يعني كيف آه البروتين تمام هو بتكون من النيتروجين اوكي في عنا الامينو اسيد مكون ثاني للبروتين بيرو بصير له تكسر بيتكسر وبصير عندي ايش البروتين تمام ايه اوكي إيه اللي عنا في عنا امينو اسد تمام اللي هو ال اللي... هسا كيف بدي احكي لكم؟ امينو اسد مع أمين آه، أمينو أسيد يعني أمينو أسيد مع أمينو أسيد شو بيعطيني؟ بيعطيني بروتين تمام؟ بيعطيني بروتين أمينو أسيد مع أمينو أسيد بيعطيني شو؟ بروتين تمام؟ تمام بحكيلك الإنستينال أمينو أسيد في عنا أمينو أسيد إنستينال تمام؟ وعنا كمان آه، إن إنستينال أمينو أسيد تمام؟ يعني في عنا أمينو أسيد أساسي وعنا غير أساسي تمام؟ آه، الاساسي مثل اللايسين مثل امينو اسيد اسمه لايسين تمام وفي عنا النون انستنال امينو اسيد مش اساسي تمام مثل مين مثل اللي هو الاسبرجينس تمام تمام بس احفظوا هدول المرض هدول النوعين اوكي عندنا إيه عنا الأمينو أسيد عنا جون عنا توجذر باي بيبتايد عنا بيبتايد بوند تمام عنا حكينا أمينو أسيد مع أمينو أسيد بيعطينا بروتين، طيب شو اللي بيربط هاي الأمينو أسيد مع الأمينو أسيد اللي هو مين؟ البيبتايد بوند اللي هي رابطة البيبتيدية البيبتايد بوند، عنا التايب أوف بروتين شو أنواع البروتين؟ عنا سمبل في منها سمبل بسيطة منها كومبلكس. منها درايفد تمام تمام اسم بالبروتين اللي هي بس اللي هي اونلي امينو اسيد فيها بس اومينو اسيد مثل الالبيومين تمام عندنا الكومبلكس اللهم آه محمد اللي هي مثل اللي هو الجلايكوبروتين تمام فيسفوبروتين لايبوبروتين والكروموبروتين تمام تمام هدول مثال على الكومبلكس يعني برو اكتر من بروتين تمام أه، ولا درايفد بروتين تمام أه، هون بيكون أه، صار عنا تكسير لروابط الببتيد تمام وبصير هون عنا يعني بده ممكن يصير عنا البروتين ماله خطر وضار تمام أه، بدنا نعرف شغله انه البروتين ممكن يكون عنا كومبليت وان كومبليت تمام آه، عنا الكومبليت بروتين تمام هو إنستنا امينو اسيد يعني ضروري تمام. آه، لمزد محمد آه، مثل الميت مثل اللحمة تمام الفش أوكي هاي اللي هي الكومبليت بروتين تمام هي انستنال كتير ضرورية وأساسية مثل اللحمة والسمك تمام تمام. آه، في عنا كمان نوع اللي هو البريتري البارتلي كومبليت بروتين لان البارت اللي كومبليت بروتين تمام هي بتكون عنا انستنال امينو اسيد تمام لكن ايش موجود بكميه قليله تمام تمام مثل مين مثل الفش <applause> وعنا اخر, آخر آه نوع لا اللي هو الدرايفت اللي بروتين اللي هو الانكومبليت بروتين آه اللي هو اللهم محمد بيكون مش موجود ابدا يعني ما عنده بروتين تمام هذا الشخص ما عم باكل ابدا اشي بروتين تمام تمام فهون شو بدنا نعمل له تمام آه شو بدنا نعمل للشخص اللي ما عم باكل بروتين ما عنده انكمبليت بروتين ما عنده ابدا بروتين بدنا نروح نحط كورن تمام اوكي مع بنز اوكي بدنا نحط هي كورن مع بنز تمام فهذا الكور مع البنس تمام راح يعوض النقص الموجود ايش مع الناس اللي هو ايش اللي هو انكمليت بروتين ما عندهم اللي هو بروتين فبنروح نحط لهم ذره مع البنس مع الحبوب تمام لحتى ايش ياكلوها يعني اي فانا ايش هون بروح بعوض لهم البروتين اللي, اللي مش موجود في جسمهم تمام عنا الفانكشن اوف بروتين شو وظائف البروتين بيعمل لي ريبير تيشو تمام بيعمل لي اعاده الانسجه تمام جروث نمو المهم مهم اللي بيعطيني انرجي كأن واحد غرام من البروتين بيعطيني أربعة كالوري تمام هو انستنال ضروري للجسم إيه كمان مهم للبلازما بروتين في البلد تمام في الدم إيه بيعمل لي بلازما بروتين إيه نقلها إيه مهم جدا جدا للانتي بودز للايش للانتي بودي <applause> ايه الدايجستشن والابزوربيشن بحكي لك بينهضم كيف بينهضم بعد ما يصير له بعد ما يعني يتكسر الامينو اسيد مش حكينا امينو اسيد مع امينو اسيد بيربطهم ببتايد بوينت حتى يعطينا بروتين هذا لازم يتكسر الامينو اسيد تمام اوكي <applause> لازم بعد حكينا البروتين لازم يتكسر الامينو اسيد يتكسر تمام بعدين ينهضم تمام وين بينهضم في الاستومك في المعده اوكي او المصدر محمد بكمل اللي هو الهيدرولوسز تكسر اللي هو البولي بيبتايدز لما يكون عندنا اكثر من امينو اسيد يعني كثير فهو راح وين يتكسر في الدودنوم تمام تمام آه، اللهم صل محمد والباقي ما فيه حاجة فأنا عشان ينهضم بده زي ما حكينا بالكربوهيدرات لازم يضلوا يتكسر ليصير أصغر إشي تمام تمام هون بدنا نعرف شغلة عن البروتين، أنا لما بدي أشوف احتياجي للبروتين بروح بضرب واحد ضرب وزني بس مثلاً أنا وزني واحد وخمسين كيلو بضرب واحد في واحد وخمسين، فأنا احتياجي من البروتين بطلع كديش واحد وخمسين تمام اغرام لكن للمرة اللي برينجنسى الحامل أو اللاكتيشن المرضعة تمام شو بنعمل كيف بصير الحساب؟ اللي هو البرنجلسي بضرب واحد ضرب الوزن زي الشخص العادي لكن بزيد ثلاثة وعشرين شو بعمل؟ بزيد ثلاثة وعشرين تمام؟ بترن عليكي بترن عليكي تمام؟ لها بتشرح تمام؟ ايه، عندنا اللاكتيشن تمام؟ المرضعة الام المرضعة اللي هي واحد تمام؟ ضرب الوزن اوكي؟ زائد سبعتاشر زائد سبعة عشر فعندي الشخص الطبيعي بس بضرب واحد في وزنه الحامل بضرب واحد في وزنها زائد ثلاثة وعشرين والمرضعة اللي واحد في وزنها زائد سبعة عشر تمام تمام أه لو بروتين لما أنا يكون عندي البروتين قليل جدا ممكن يصير عندي ادمة هاي أمراض يا سارة موجود في الأدلت ادمة اللي هو تجمع السوائل تمام عنا جروس عندنا ريدكشن اللي هو تراجع في النمو تمام راح يصير عندنا wasting اوف بودي تيشو تمام عنا عندنا جنرال ويكنس جنرال اللي هو ضعف عام تمام تمام اه... اللهم صل محمد إذا زاد عنا البروتين ما بصير عنا ديزيز لأنه عنا الكدني بتطرحه الكدني معناها الكلية تمام آه فهنا الكدني بتطرح البروتين الزائد عادي ما بيعمل عندي مشاكل لكن إذا كان عندي مشكلة في الكدني في الكلية فما في عندي إشي يطرح البروتين فهون راح يصير عندي مشاكل تمام تمام فطول ما هي الكدني منيحة عادي لو زاد البروتين مش مشكلة لانه بتطرحه يعني بنخرجه اوكي اوكي هنا هون اذا صار عنا نقصان في البروتين تمام شو ممكن يصير عنا بيحكي لك ما في اي دايت بالعالم اي شخص بيعمله ما فيه بروتين فكل يعني يعني قليل ما يصير في عنا نقصان في البروتين تمام تمام

اذا انا بدي اللهم على محمد يكون عندي بروتين تمام فانا بحتاج رح تعطيني البروتين ايش انرجي طاقة تمام فاذا كانت الطاقة كتير عالية يعني ايام اذا كانت الطاقة كتير عالية بصير ضدنا اي اشي زيادة بصير ضد الموضوع تمام فاذا كان كتير طاقتي تمام انكريز بزيادة رح يصير عندي فيفر حرارة راح يصير عندي هايبر ثايروديزم وهي برضه كمان مرض تمام اه اللي هي بالهرمونات تمام اللي هو الثيرود فبصير عندنا هايبر ارتفاع فيه اوكي اوكي اه ممكن البيرن الحروق والفراكتر الكسور تمام الانجري الجروح هنا نفقد بروتين كثير لانه صار عندنا حرق صار عندنا كسور فهون كثير بنفقد بروتين تمام تمام اه بيحكي لك ممكن اذا صار عندنا ديفينسي في البروتين تمام آه، فممكن يصير عندنا مشاكل في الجاسترو انتستينال تراكت تمام جاسترو انتستينال تراكت اللي هي مين اللي هي اللهم صل محمد الامعاء والمعده اوكي فهو بصير عندنا مشاكل في المعده اوكي اوكي وحكينا إنه اهم اشي الكدني ما يكون عندي ديس اوردر ما فيها ديزيز المشاكل تمام حتى البروتين يكون تمام لكن اذا آه البروتين كان كتير عالي والكدني عندي خربانة فهون راح يصير كتير عندي مشاكل اوكي هون راح احكي عن اللي هو الكوشيكور وعندنا الما المارسمر المار. اللي عنا المارسمس والكويشكر تمام الكوشيكور اللي هي عنا خمس شغلات كتير مهمين عشان نميزهم الكويشكر والما عنا المارسمس هم عبارة عن بروتين تمام تمام عنا الكوشيكور شو المشكلة بيكون فيه بيكون عندي لوي بروتين قلة في البروتين اكتبوهم هذول على جنب قل في البروتين تمام بتصير الكوشكر للناس الايرلي شيلد يعني الاقل من ثلاث سنين تقريبا تمام تالت شغلة على الكوشكر بتصير للي بياخدوا برست يعني رضاعة من الام لمدة طويلة يصلوا ثلاث سنين عم بيرضع من امه فهون ايش آه بصير عنده كوشيكور تمام حكينا بيكون عنده لوي بروتين قل في البروتين حكينا بتصير للبيبي اللي عمره اقل من تلت سنين تمام آه رابع شغله بدنا نعرف انه بصير عندنا تغيرات في السكن والهير بالشعر والجلد تمام رح يصير عندي جروث red, تراجع في النمو رح يصير عندي ايديما راح يصير مصل ويستنج شو يعني مصل ويستنج اللي هو بيصير هون بالكوشكر بيصير عنده ايديه ورجليه نحاف 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 لكن عنده كرش اوكي هذا اللي بيميز الكوشكر عن الم... تمام هاي هنا خمس شغلات بتهمنا في الكوشكر بيكون بروتين قليل جدا تمام بيكون للاطفال الاقل من تلت سنين اوكي اللي صار فتره طويله عم بياخذوا بريست فيدنج رضاعه من الام تمام بصير عندهم تراجع وتغيرات في السكن والهير بصير عندهم تراجع في الجروث النمو بصير عندهم ايديما ومسل ويستنج والمسل ويستنج كتير مهم تميزه انه بصير ايديهم ورجليهم نحافة كثير لكن ايش عندهم اوبديمن بطنهم كتير كبير تمام تمام آه وممكن ممكن يصير عندنا ليفر enlargement اللي هي تضخم في الليفر في الكبد اوكي اوكي ان المارسمس آه هذا بيكون عندي ماله لو بروتين ولو انرجي يعني لا عنده طاقه ولا عنده بروتين هاي اول شغله بدك تعرف انه بصير للاقل من سنتين للبيبي اللي عمره اقل من سنتين تمام بدنا نعرف شغله اللي ما, اللي ما بياخد اللي ما هي بوتل فيدنج يعني اللي ما عم بياخد رضاعه مكمله تمام او يعني الفيدنج تبعه مش مش ضابط ابدا ما عم بتغذيه الام كثير منيح تمام تمام ممكن يصير عنده مسل ويستينج لكن شو اللي بيختلف هون عن الكوشيكر المسل ويستينج في المارس تمام بيصير هنا ما عنده كرش لكن ايش ايديه ورجليه نصحات كنا فوق الكوشيكر نحكي ايديه ورجليه نحاف لكن عنده كرش عنده أوبديمن كتير تمام اما هون المسل ويستينج في الم... ان المارس تمام ما عنده أوبديمن كبيرة كرش لكن ايديه ورجليه مالهن انحاف يا ربي اسفه ما عنده كرش لكن ايديه ورجليه ماله في المارسمس كتير إيه ناصحين تمام راح يصير عندنا نص لوس اوف عندنا سبكوتينيوس إيه فاتي بالطبقه تبعت السبكوتينيوس تمام القلة فيها بيكون في فات وبصير عندنا جروث ريدكشن ريديشن اللي هو استراجع في النمو تمام تمام فهدول بالنسبه للبروتينين اللي هو الكوشيكر والمارسمس تمام اخر اشي رح نحكيه هنا اه الانيرجي بالانس تمام اللي هو الطاقة المتوازنة نعرف انه الطاقة المتوازنة هي عبارة عن علاقة بتوين بين الانيرجي درايفد فروم عنا فود اند ذا يوزد باي ذا احنا الانيرجي الطاقة اللي عم باكلها من اللي باخدها من الفود من الاكل والطاقة اللي انا يوزد بستخدمها في جسمي فهاي هي الانيرجي بالانس تمام علاقة شو انا باخد اكل وشو وبايش بستخدمه او شو استخدمت تمام من الاكل او من الطاقه اللي انا اخذتها من الاكل تمام تمام انا اه وصلنا محمد الاشياء اللي هون مو مهمه بالتابعة الانرجي انتيك تحتنا نعرف انه 1 كالوري تمام ايكوال قديش بتساوي أربعة تمام ايه أربعة فاصلة كيلو جول كنا قبل نحكي واحد كالوري بيساوي قديش اه اربعمية ميه و و من الجول صح؟ هون الكالوري كم بيساوي كيلو جول؟ اللي هو اربعه فاصلة 18. تمام؟ تمام حكينا قبل انه واحد اه واحد غرام من الكربوهيدرات بيساوي اربعه كالوري, كالوري. واحد غرام من البروتين بيعطينا أربعة كالوري، واحد غرام من الفات بيعطينا تسعة كالوري، تمام؟ شو الأشياء اللي هون يا رغد؟ مش حكينا إحنا واحد كالوري بيساوي عنا أربعة فاصلة تمنتاش كيلو جول، هون حاسبين لك إياها بإيش؟ بالكيلو جول، قديش كيلو جول؟ بيحكي لك أربعة كالوري من الكربوهيدرات بيساوي كم بالكيلو جول؟ بيساوي عشر كيلو جول، أربعة كالوري من البروتين قديش بيساوي بالكيلو جول؟ عشر كيلو جول. تسعة كالوري من الفات كدش بيساوي بالكيلو جول بيساوي سبعة وتلاتين كيلو جول تمام هاي هي هسا رح نحكي عن اهم اشي في الدنيا او اهم اشي في التغذية اللي هو قانون اللي هو رستينج انرجي اكسبندر شو يعني الار اي اي تمام الار اي -E -E هو بيحسب لي قديش انا بدي طاقه لاعيش لا ركزوا معي بالكلمه هاي قديش بدي طاقه لاعيش لا بس انا اصحى واضلني قاعد على تختي قديش بدي طاقه بقدر انا احسب هاي الطاقه اني اعيش واضلني على تختي عن طريق قانون اسمه الار اي -E -E. تمام ار اي -E -E. تمام حتى اشوف الانرجي الطاقه الريكورد اللي انا بحتاجها تو بيسك بودي فانكشن حتى انا احافظ على وظائف جسمي وظائف جسمي تمام اللي هو زي الليفر الجاستريك الكدني هاي الوظائف جوا جسمي اه تمام اللي لازم تشتغل بدي احافظ عليها كيف اني اخذ طاقه هاي الطاقه كيف بدي اعرفها اللي هي عباره عن ار اي -E -E. تمام اللي هي تخليني اعيش تخليني اعيش كيف بدنا نحسبه هذا بدك تعرف اول نقطه وكتير مهمه ايه اللهم صل محمد، القانون ال إي إي تمام؟ شو بيساوي؟ بيساوينا اللي هو وزنك تمام؟ أوكي؟ ضرب شو؟ رقم ثابت رح نحكي هسا عنه ضرب أربعة وعشرين ساعة اللي هو الداي يعني ضرب يومك اوكي وزنك عادي كل واحد عنده وزن ثابت الثابت هون بيختلف في شغله في عنا بنت في عنا رجل هيك احنا ما شاء الله على الرجل اوكي <applause> عنا الجنس يا بنت يا زلمه تمام البنت قديش بعطيها رقم ثابت بعطيها 0.9 دائما الزلمه قديش بعطيه ثابت دائما 1 تمام واحد اوكي اوكي يلا وزني تمام واحد وخمسين ضرب انا بنت بحط زيرو بونت ناين ضرب الاربعة وعشرين ساعة بيطلع لي شو بيطلع لي كديش الار اي, اي اي الي كديش طاقة بحتاجها لأعيش انا بس اعيش حتى وظائف جسمي بس تشتغل تمام تمام طيب كيف انا بدي احسب كديش بدي طاقة لا اعمل اكتيفيتي لاعمل لا شو اكتيفيتس اعمل نشاطات قديش بدي انا اي ار اي اي حتى او قديش بدي طاقه لحتى انا اقدر اعيش واعمل اكتيفيتي اعمل نشاطاتي اروح على الكليه اروح على شغلي اساعد امي بالدار هاي كلها اكتيفيتي تمام كيف انا بدي اعرف قديش بحتاج كالوري طاقه لحتى انا اعمل هاي النشاطات كيف اعيش عرفنا كيف نحسبها وزن ضرب الثابت بنت تسعة بالعشرة واحد للزلمة ضرب اربعة وعشرين ساعة تمام تمام طب انا كيف بدي اعرف الاكتيفيتي اللي انا بدي اعيش واعمل اكتيفيتي اعمل نشاطات اكيد ما راح اضلني على التخت تمام كيف راح بدك تجيبي الار اي اي اللي حسبتيها اللي طلعت معي من هون تمام ضرب اشي اسمه مديرتي أكتف، شو يعني مديرتي أكتف؟ كل بني آدم تمام عنده موجوريتي أكتف معينة تمام؟ هذا بيجيكي بالسؤال مثلاً بيجي تحكي لك والله احسبي لي قديش تحتاجي كالوري تمام؟ وإنت تعملي أكتف تمام؟ ما راح توقف لك راح تحكي لك معك المعطيات إنه والله عندك الموجوريتي أكتف نعتبر خمسة بالمئة. تمام فالمودريتي اكتف هو ثابت بس مش لكل جسم تمام هو ثابت من السؤال يعني السؤال هي بيعطيك اياه ممكن يعطيك اياه عشرين خمسين ممكن انا يجيني خمسة وستين انت يجيكي خمسة وعشرين فهو بيجيكي من السؤال كاتبين لك المودريتي اكتف بيساوي كذا تمام تمام فهو بيجيكي من السؤال بتروحي تضربي مع ال اي اي اللي طلعتيها فبيعطيك قديش بدك كالوري كديش بدك طاقه لانت تعيشي وتعملي اكتف تعملي نشاطات تمام تمام اه هاي بالنسبه لكديش قديش انت بدك اه طاقه لحتى تعملي الاكتف تبعتك تمام هذا لسه انت ايش شفتي قديش بدك كالوري لحتى تعملي اكتف تمام بعد هذا لسه ما خلصنا بدك تروحي تجمعي الار اي -E -E اللي طلعت معك تمام زائد مين اللي هي بعد ما انت شفتي قديش محتاجة من الاكتف تمام قديش انت محتاجة من الاكتف وهون بطلع عندك قديش انت اه فعلا اه بدك كالوري لحتى تعيشي وتعملي اكتف وتعملي كل اشي انت بيومك تمام فعندك الآر R -E -E وزنك ضرب اللي هي الكالوري ثابت إذا زلمة واحد وإذا بنت تسعة بالعشرة تمام ضرب يومك بيعطينا قديش بدك كالوري لحتى أنت بس تعيشي تمام قديش بدك كالوري ريكورد تحتاجيها لحتى تعمل اكتيفيتي تعملي نشاط اللي هي الآر R -E -E اللي أنت حسبتيها فوق ضرب المدرتي اكتب حكيت لك هاي بيجيب السؤال حاطين لك اياها كذا تمام إياها خمسة لك اياها 65% بالمية بطلع عندك الكالوري هذا لكن هيك ما خلصنا بدك تروحي تجمعي ال اي اي مع الاكت اللي قديش انت حسبتيها فوق اللي هي هي هذا اللي هي ال اي اي ضرب المودرتي اكتيف تمام ساعتها بتعرف انت قديش بدك كالوري احسبوها كتير حلو قديش اه إنتي انت بدك كالوري لحتى تعيشي وتعملي اكتيف تمام تمام هاد هو قانون ال ار اي اي تمام اذا حكولك اعطيني ال ار اي اي خلص بس بتحسبي لهم هون. اذا حكيت لك اعطيني كمان قديش انت بدك كالوري وانت تعملي اكتيف ساعتها بدك تكملي هون وتكملي هون تمام تمام هيك بكون انا خلصت الشابتر الاول والثاني إيه للي راح يحضر البث اللي ما كان معنا الان وعم بحضر البث بعدين إيه انتبهوا لل المونو ساتوريتد والدي ساتوريتد والبولي ساتوريتد انا عدتهم لكن خربطه بالاول صارت اسفه والباقي ما عليه اشي اي حد هون عنده سؤال يسال هيك بكون خلصت انا شابترين تمام ف هم التغذيه عشر شباتر راح انزل لكم اياهم تمام ان شاء الله واللي بحب يكملهم يكملهم وهني على عالصفحة موجودين وما راح يعني ينحذفوا او حاجة ويعطيكوا الف عافية اي حد عنده سؤال هنا no one.